شرح لك بشينويه الخدمه كلها راه عندك وراك تشوف كونديكتور اش كتسول على ناديه انا بحالي بحال ناديه راه خدام معاه واقيلا لا شوف انا نعاود نعيط لك ناديه ياك لاباس عطيني حتى 5 دقائق حبيبه داكور ميرسي واش لي خويت انت واحد 5 ديال الدقائق وسمح لينا الله يحفظك برصناك اختي انت واخا لازون ديالك تقدر تعطينا 5 ديال الدقائق انت والسيد بزغو ديالو كضحكي ضحكي شكرا سمحوا لينا عيد الخدمه كضحكي فحال ما وقع والو وانا اللي حمق لي الكاميرا وانا كنقلب عليك بقات معايا جوديا كنقلبوا عليك في البلايص اللي ما تخيلش راسي شي نهار ندخل ليهم حتى من المحفظه خليها وصلتها مسكينه كل ما هي كره بحال شي مسطقاس كندور على الاخر جاوبيني في التليفون سمحي لي كنغوت ولكن راه تخلعت عليك شكرا بزاف جلال وسمح لي حيت دوزك معايا الله يهديك اش من هذا بكره راح المهم انت تكوني مزيان وي سير دوان وي الكاميرا معايا رضوان وي سير دوان تقدروا ترجعوا عفاكم سمحوا لينا برزتكم سالات 5 ديال الدقائق تقدروا ترجعوا اختي شكرا ناديه تعالي تعالي عمرة فين وصلتي الحمد لله كل شيء غادي مزيان يلا كنت في الكوستوم وقديت الامور مع لي زيكيب ايوا دابا تعجبيني برنامج ديال الحوار كاع بزاف غادي نحبسو بغيتكم دابا جوج سيمانات تكوني موجودة في البرنامج ديالك جوج سيمانات الكرامة ما كافياناش على بالك اختي طلعي القمر حسن 15 عام ديال الحرفه ها يوسف محررين كبار هذا ما عرفت سميتو ولكن خدام مزيان اش بقى باغا مازال اكثر من هادشي سردوان انا راه ما نكذبش عليك انا راه خايفه تمناش خايفه واش داخل البلوك جاك الوجع غتولدي ناديه ما قدرتش على هادشي قول لي دابا الحبس وقبل نقول بسم الله جلال اجي عافاك واحد دقيقه جلال ولا تجيرالي هادشي اللي كنقول لك انا قولي ليه انت وتاتي عيد عليا البيرو ديالك اش درنا صافي انا معك ايوا ايوا شنو سيري لخدمتك سيري لانا عندك برنامج كيتسناك سيري حيد عليا من هنا ما كاين باس موقف جاب الله التيسير سيري حيد عليا من هنا يلا اللي عنده شي ما يقدر يمشي كتفرنس